تزامنت فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة للجزائر مع ارتفاع كبير في أسعار النفط، حيث بلغ سعر البرميل الواحد 137 دولارا في الأسواق العالمية، ما أنعش خزينة الدولة، حيث تمثل عائدات المحروقات 97% من مداخلها. هذه الطفرة المالية كان بالإمكان أن تحدث نهضة اقتصادية في بلد يتوفر على كل المقومات اللازمة، لكن يد الفساد المالي والسياسي أبت ذلك، لتدخل البلاد في أزمة سياسية واقتصادية معقدة وتدفع بالحشود الشعبية إلى الواجهة. في حراك شعبي غير مسبوق، خرج الملايين من الجزائريين يوم 22 من فبراير عام 2019 للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة بعد 20 عاما من حكمه للبلاد. هذا الغضب الشعبي كانت خلفه عدة دوافع، من أبرزها الفساد المالي والسياسي الذي عرفته الجزائر خلال تلك السنوات. أطلقت يد العديد من الساسة والعديد من المسيرين المؤسسات المالية واقتصادية، والعديد ما يسمى بين قوسين برجال الأعمال، سيطروا على الإعلام، سيطروا على مؤسسات اقتصادية، صار عندها مع الوقت النفوذ السياسي، صارت أنها بمثابة قوى ضاغطة، لوبيات تسقط هذا وترفع ذاك. في الثاني من شهر أبريل قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته للمجلس الدستوري بعد أن طالب نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور وإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. إذا أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه الكاملة غير منقوصة. بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة مباشرة أطلق العنان للمتابعات القضائية ضد وزراء ورجال أعمال بتهم متعلقة بالفساد، وأطلق معها وصف العصابة على كل من اتهمهم القضاء بالتورط في تلك القضايا. مسألة استرجاع الأموال المنهوبة في خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كانت واحدة من المطالب الشعبية التي رفعت خلال الحراك، والتي تفاعلت معها الطبقة السياسية بما فيها السلطة القضائية من خلال توقيف عدد كبير من الذين اتهموا بتبديد أموال الشعب سواء على المستوى الداخلي أو حتى تهريبها على المستوى الخارجي. تعددت القضايا المعروضة على العدالة آنذاك، وأصبحت المشاريع الاقتصادية التي كان يعتبرها نظام الرئيس بوتفليقة لبنة الأساس لتحقيق نهضة اقتصادية بمثابة أكبر عمليات الفساد المنظم في الجزائر، والتي استنزفت أموال الخزينة العمومية. فحسب التحقيقات القضائية لم تكن مصانع تجميع السيارات ومشاريع إنجاز البنى التحتية سوى مطية لتهريب الأموال إلى الخارج. فإني أدعو المواطنين والمواطنات. في خضم هذه المتابعات القضائية استدعى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية يوم 12 من شهر ديسمبر عام 2019. وخلال الحملة الدعائية لفتت وعود المرشح عبد المجيد تبون انتباه الرأي العام في قضية الأموال المنهوبة سواء موجودة هنا أو موجودة في الخارج. المنهوبة لازم تسترجع. دروك الناس قاعدة في ويل للمصلين وحبس. أنا الأموال تسترجع، معروفة راها في البارادي فيسكو، معروفة راها في استثمارات هنا وفي الخارج، معروفة في ممتلكات، معروفة ومعروفة ومعروفة. لما طرح سيد تبون أثناء الحملة الانتخابية مسألة استرداد الأموال المنهوبة، كان الشعب الجزائري ينظر لهذا الخطاب بأنه مجرد خطاب استهلاكي. والشي اللي زاد بدا يترك الناس تسترجع شي من الثقة
هو بدء المحاكمات التي عرفتها السنوات سنتي 2019-2020 والتزام السيد رئيس الجمهورية تبون في أكثر من خطاب له سواء في حملته الانتخابية أو في أدائه اليمين أو بعد أدائه اليمين بأنه يملك ورقة لاسترداد الأموال المنهوبة. بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية تمسك بوعد استرجاع الأموال المنهوبة واعتبرها أحد أهم بنود برنامجه الرئاسي. أولا لما نتكلم على الأموال المنهوبة رانا نتكلم على حق عام وملك للشعب الجزائري، وهذا الحق العام أصبح التزام سياسي بعد ما عرفته الجزائر من حراك وتوقيف لمنظومة فساد وثورة قادها الشعب الجزائري ينادي بالتغيير. وأثبتت الخبرة القضائية من خلال القضايا التي عرضت على العدالة من نهاية عام 2019 إلى نهاية عام 2020 خسارة الخزينة العمومية الجزائرية ل 12 ألف مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل 70 مليار دولار. هذا المبلغ ذهب حسب محاضر التحقيق على شكل امتيازات غير مستحقة ورشاوى مع صفقات مخالفة للتشريع وإعفاءات ضريبية وأموال محولة إلى الخارج بعد تضخيم الفواتير. لكن حسب مراقبين يبقى حجم الخسائر والأموال المهربة أكبر من الرقم الذي توصلت إليه التحقيقات. لو عدنا إلى الأموال التي صرفت في الجزائر منذ تقريبا عشريتين نجد بأننا أمام حوالي 700 إلى 800 مليار دولار في أربع خماسيات. هناك تقديرات تتحدث على أنه حوالي 20% ذهبت بطرق يعني مشبوهة، عبارة عن رشاوى وعبارة عن عمولات. إذن نحن نتحدث على الأقل على قيمة فساد تصل إلى حوالي 150 إلى 200 مليار دولار. كاين ملفات في العدالة يعجز الإنسان عن قراءة الأرقام التي تمثلها هذا الحساب الرهيب اللي موجود تم الاستيلاء عليه ولا الأموال المكدسة من طرف هؤلاء. ثم لا ننسى أنه عثر المحققون على غرف كاملة يعني معبأة بالعملة الوطنية. ومكن صدور أحكام قضائية نهائية في عدد من قضايا الفساد من استرجاع ومصادرة حسابات بنكية مع عقارات ومنقولات داخل البلاد كان يملكها رجال الأعمال والوزراء المتابعون من قبل العدالة. آخر بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية يتحدث عن مصادرة حوالي 400 مليون دولار هي تحت سلطة القضاء. هذه الأموال طبعا تم مصادرتها داخل الجزائر. حجز كل الأموال للذين تم إدانتهم من طرف القضاء الجزائري والذين تلقوا إعانات وقروض مالية بالملايير، وبهذا استطاعت المحاكم الجزائرية أن تسترجع هذه الأموال على المستوى الداخلي وبالعملة الوطنية الدينار الجزائري. استرجاع الأموال والعقارات الموجودة في الجزائر لم يشكل عائقا أمام السلطات القضائية، لكن أكبر تحدي يواجهها هو استرجاع الأموال والعقارات الموجودة خارج البلاد. الإشكال ليس بالنسبة للأموال الموجودة في الداخل، الإشكال اللي موجود هي الأموال الموجودة خارج الجزائر مهربة. بعض السياسيين صرحوا بأن الأموال المهربة خارج الحدود الجزائرية أكثر من 100 مليار دولار. الاسترجاع هذا بد تكون هناك يعني مجموعة خاصة من الأمن لعالية المستوى، كذلك من طرف كذلك بعض الأخصائيين في الانترناشنال فينانس، بعض الخبراء في الاقتصاد في الاستراتيجيات. عملية معقدة ترتبط باتفاقيات قانونية وكذلك التعاون مع دول محددة يمكن أن تكون حاضنة لهذه الأموال. استرجاعها ما هوش أمر بالهين والسهل، وخاصة أن مخلفات العصابة ما زالت موجودة في الدواليب وفي الإدارة وفي مؤسسات. ويرى خبراء أن مسار استرجاع الأموال المنهوبة ليس بالهين، فهي موزعة على أكثر من 10 دول
ومنها ما هو مودع في حسابات سرية يصعب الوصول إليها. ركزت بشكل عام على مستوى البلدان الأوروبية، وأذكر منها على سبيل المثال فرنسا بالخصوص، وأسبانيا أيضا، وكذلك إيطاليا والبرتغال وبعض البلدان الأخرى، خاصة البلدان التي تعتبر بلدان بعيدة عن الضريبة. أول حاجة، هذه الأموال في المجتمعات الأوروبية صارت جزء من الاقتصاد تحت الدولة، يعني الشرايين الاقتصاد راه أصبحت هذه الأموال جزء منه، ولذلك ليس من السهل استعادة هذه الأموال. القضاء الجزائري مطالب بإقناع القضاء الأجنبي بثقل الملف وبوجود الوثائق اللازمة التي تثبت بأن الأموال المودعة في الدول الأجنبية هي أموال جزائرية. الأوامر أسندت إلى السفراء الجزائريين الموجودين في بعض البلدان الموجودة في هذه الأموال، وهؤلاء السفراء كلفوا رسميا بمتابعة هذه الملفات في الإجراءات القانونية وغيرها. هذه التعقيدات التي واجهت مسار استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج دفعت بسياسيين إلى اقتراح عقد مصالحة سياسية مع الوزراء ورجال الأعمال المسجونين مقابل استرجاع الأموال. وحنا عندنا منطق تاع التغنند، قالوا الله يدخل في الحبس وما نديو الصوارد. انت ما عليش دير تغنند، ولكن الشعب ينتظر، البلاد تنتظر. انا نروح نتفاوض معاه، انا نجيب صوارد البلاد. الاموال هذه اللي راهي برا ندخلها، والاموال اللي داخل نخليها تتحرك. وهذا هو الفكر او الذكاء في العمل الاقتصادي العصري. اذا كان واحد باش يدخل 5 سنين ويدي 100 مليار ولا 200 مليار سنتيم، ولا يدي ملايين دولارات وفي الاخير يدير 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ويخرج، هذا كل واحد يقدر يديرها. فلذلك لابد احنا كيفاه نروحوا للتفاوض ندخلوا الاموال تاعنا. بعد أشهر من هذا التصريح، يؤكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاء صحفي أنه توجد حسابات سرية في الخارج أودعت فيها الأموال المنهوبة، وأنه سيكون من صالح المتهمين الإفصاح عنها. ولكن أعتقد حتى هادو يوم من الأيام لازم يبوحوا بشي اللي عندهم في الأماكن السرية وفي صالحهم. من حق الرئيس ومن حق السلطة القضائية ومن حق كذلك السلطات السياسية الجزائرية أن تبحث عن كل وسيلة يمكن من خلالها استرجاع الأموال اللي هي الآن موجودة في البنوك الغربية والأجنبية، حتى إذا اضطر الأمر أنا أعتقد أن ندخل في 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 حوار أو في تفاهم مع هذه الشخصيات ورجال الأعمال الموجودين في السجن. التجربة السابقة وطريقة إدارة الملف أثبتت أننا أمام إشكاليات تعوق استرداد تلك الأموال، وبالتالي السلطات العمومية يبدو أن لديها خيار نحو الذهاب لمصالحات. الحديث عن مصالحة بين الذين نهبوا الأموال وهربوها إلى الخارج، أعتقد بأن هذا الأمر يحتاج إلى أمر قانوني أو سند قانوني أو عفو يدخل في إطار صلاحية رئيس الجمهورية دستوريا حتى نتمكن من تجسيد هذه الخطوة. إذا حبينا يعني نحل المشكل في الجزائر، فهو أحسن طريق أنهم يتفاوضوا مع الناس، يأخذ نسبة معينة لا تتجاوز 5% و 95% ترجع إلى الدولة. رغم هذه التصريحات التي اعتبرها مراقبون إشارة على نية السلطة في عقد مصالحة سياسية مع المتهمين في قضايا الفساد، يرى مختصون أن هؤلاء المسجونين من وزراء ورجال أعمال ومسؤولين مركزيين لن يبوحوا بمكان تلك الحسابات السرية ولن يكشفوها.
متأكد من حاجة، بأن الموقوفون الجزائريون المتابعون قضائيا والذين لهم أموال موجودة في حسابات علنية أو سرية في أي دولة من دول العالم، لا سيما في أوروبا والرقعة العربية، كلهم مصممون وبالعقلية الجزائرية، وأنهم مدركون بأنهم هذا ما يمكنهم أن يحتفظوا به ولن يصرحوا به. المحاكمات التي عرفتها قضايا الفساد، لا أعتقد بأن واحد من المتهمين أبدى رغبة أو إرادة واضحة في إرجاع الأموال التي نهبها أو حتى الإدلاء بمكان تواجدها. السلطات الجزائرية والمالية وجدت أن بعض الأموال تم تحويلها إلى حسابات بنكية أجنبية وبأسماء غير معروفة ومجهولة وليست بالأسماء الحقيقية للناس اللي موجودين الآن تحت طائلة القضاء الجزائري. وخلال لقاء صحفي أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن أحد رجال الأعمال المسجونين لتورطه في قضايا فساد قام بتحويل 10 ملايين دولار لصالح لو بضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن تلك الأموال المهربة إلى الخارج أضحت ورقة رابحة في يد المسجونين. هناك سابقة عندنا، أحد الموقوفين منذ 3 أشهر خرج من حسابه 10 ملايين دولار في بنك من البنوك الفرنسية أرسلت إلى أمريكا، هو في تحقيق بل في أحكام ضده في محاكمات في قضايا كان مثل فيها في الجزائر. دلالات ورمزية هكذا حالة خروج مبالغ مالية من حساب شخص خارج البلد وهو موقوف داخل البلد، معنى هذا أنه ما فيش تعاون من مسؤول المؤسسات المالية الأجنبية مع الجزائر. إذن فالآن الشيء المهم هو أن نسرع لأنه هذا الناس هادو مع طول الزمن راح يتقواو، والأموال تاعهم هذه ممكن أن يستعملوها ضده هو كشخص كرئيس جمهورية، وبدينا نشوفوا بعض الأمور بدأت تخرج ضده في كثير من الأمور. إذن فالآن نقول بكل صراحة، إذا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، لأن الأموال هذه الموجودة ممكن أنها تستغل من طرف مجموعات أخرى حتى لإسقاط السلطة الحالية. وأعلنت الحكومة الجزائرية خلال عرض مخطط عملها على البرلمان مواصلة مساعيها لحصر الأموال الجزائرية التي جرى تهريبها إلى الخارج بغرض استرجاعها ومباشرة جميع الإجراءات القضائية لتحديد الأملاك التي تم شراؤها بهذه الأموال للحجز عليها لصالح الجزائر. تمت مباشرة جملة من إجراءات مع الدول التي هربت إليها الأموال في إطار تفعيل الأدوات القانونية المتاحة في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الأموال خارج الوطن فيها شقين، فيها الشق القانوني والشق الدبلوماسي. الشق القانوني يحتاج إلى أن تكون فتوى من القانون الدولي، لأنه العلاقات اللي تربطنا بالبلدان الأجنبية، إذا فيها بلدان عندنا فيها اتفاقيات لمحاربة الفساد، هذه البلدان يسهل التعامل معها واسترجاع هذه الأموال. ولكن البلدان اللي ما عندناش معها اتفاقيات، هذه تحتاج إلى عمل دبلوماسي مكثف. وكان الرئيس تبون قد أعلن في فبراير الماضي أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقاراً من بينها قصور وشقق في فرنسا، كما أرسلت الجزائر إنابات قضائية إلى 5 دول هي فرنسا وإسبانيا ومالطا، إضافة إلى تونس والمغرب للتحري عن الأموال المنهوبة. هنالك استجابة من بعض البنوك ورفض بعض البنوك التعاون مع الطرف الجزائري، وهنا ستكون مرحلة جديدة في السعي لاسترجاع هذه الأموال من خلال تحريك قضايا في المحاكم الدولية. كان فيه تواطؤ لأيادي وقوى دولية لاستفادة من هذه الأموال، ولكن اليوم هذه القوى يهمها أن هذا الملف يبقى مغلوق، وإذا فتح يجب أن تستفيد منه وأن تبتز الجزائر فيه من خلال شبكاتها ومن خلال الأفراد اللي تعاملوا فيه.
واستحدثت السلطة الجزائرية صندوقا خاصا بالأموال المنهوبة على شكل حساب لدى الخزينة العمومية، يكون وزير المالية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب، واسمه الكامل الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد. رئاسة الجمهورية في المدة الأخيرة في اجتماع مجلس الوزراء أنشأت ما يسمى بالصندوق تاع العائدات من الأموال المصادرة من الذين تمت محاكمتهم محاكمة نهائية. هذه الظاهرة تحتاج إلى سرعة في الإجراءات على الأقل في حدود 3 سنوات، لأنه إذا كان بقات الأمور على حالها ووصلت في حدود 10 سنوات تنتهي بالتقادم بالنسبة للبلدان الأوروبية، وحينها لا نستطيع استرجاع هذه الأموال. وفي الوقت الذي يبدو فيه مسار استرجاع الأموال المنهوبة طويلا وشاقا، كان الشعب الجزائري واقتصاد البلاد أكبر ضحايا قضايا الفساد. الفساد عرقل بناء دولة المؤسسات، لأنه جعل من أشخاص يتحكمون في القرارات بدل المؤسسات. الفساد عرقل أي استثمار حقيقي بدعم أشخاص مشبوهين على حساب وناس جادين لديهم إرادة في الاستثمار. الفساد ضيع على الجزائريين بناء دولة قوية وفق المقدرات التي توفرت لها من الطفرة النفطية. 20 سنة الماضية هذه خسرنا فيها خسارة مزدوجة. الخسارة الأولى هي استنزاف هذه الأموال وحرمان الجزائريين والجزائريات من الاستفادة من هذه الأموال، سواء على شكل خدمات أو على شكل مشاريع يستفيد منها المواطن الجزائري. والخسارة الثانية هي إرسال رسالة سلبية للغاية للمستثمر الجزائري والأجنبي داخل الوطن وخارج الوطن. ويرى مراقبون أن ما حدث خلال 20 عاماً الماضية يستوجب مراجعة المنظومة القانونية المحاربة للفساد لردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام. المنظومة التشريعية الجزائرية بحاجة إلى تحيين، لأننا صادقنا على الكثير من الاتفاقيات الدولية. فآخر قانون لمكافحة الفساد يعود إلى سنة 2006، ربما أدخلت عليه بعض التعديلات، لكن هذه الفترة طويلة جدا وتحتاج إلى إعادة تحيين أو إلى منظومة جديدة تراعي التحولات السياسية والاقتصادية. مهما كانت القوانين، الأصل هو روح القانون، وروح القانون هو في استقلالية المنظومة والآلية في حد ذاتها. إذا كانت غير مستقلة دير القوانين اللي حبيت. نقطة استرداد الأموال المنهوبة إذا تحققت وتم قطع أشواط كبرى فيها هو يعيد الثقة في بناء دولة القانون ودولة المحاسبة. استرجاع الأموال المنهوبة لن يكون انتصاراً ضد الفساد فحسب، بل هو جرعة أمل لشعب يتطلع للتغيير وبناء الدولة التي حلم بها الشهداء قبل 67 عاماً.